هذا القسم كامل كله خاص بالكراسي، سواء المداخل، التسريحة، أي شيء. عاد الأشكال والأنواع مثل ما أنتم شايفين كثير ما شاء الله. ست هذه الكراسي اللي هنا أكثر شيء مناسب للتسريحة، شوفوا هذا الشكل. بعد وفي قسم خاص كله للأكسسوارات مثل ما أنتم شايفين من هالجهة وهذيك. شوفوا هالغرفة، في عندهم ميزة إنه مو لازم تاخذين الغرفة كاملة، عادي تقدرين تاخذينها بالقطعة. غير عن أطقم الكنب، في عندهم كولكشن للطاولات مرة كثير. شوفوا مثلا هذه، حتى في منها الفضي والذهبي. الطقم هذا تقدرين تضيفين له كنبة رباعية مثل هذه بس تصير أطول. وشوفوا طاولات، في منها طاولات عادية وطاولات للتلفزيون. المجموعة هذه كلها الكنبات اللي حرف L مثل ما انتم شايفين، اكثر من لون، وحتى في بس من الجهة الثانية بس مو قادرة اصور لان في ناس. سفرة الطعام هذه تجي 10 أو 12 أو 14 أو 16 كرسي، راح تجي ب15 مايو وتقدرون تحجزونها من الحين.